نعم جايز كي داير بخير صحيح على باس دار اللي في اولد ميدينا راني جاي باش نخدم على البروجي اللي كنصورنا في كازا بلانكا جيت باش نبارطاجي شي حاجة اللي تنديرها كوتيديانمون باش نفيد شي ناس ونبارطاجي معاهم داكشي اللي تندير هادشي كامل كاين الناس اللي ما عزيزش عليهم هادشي ما تيعجبهمش هادشي وما تيعجبهمش على كانتهم بحال هكا فهمتي عادي هادشي يكون لان كاين الناس بحال هكا كنت الخرام تاع الناس اللي تعطيك دي كومونتير بوزيتيف بحال هكا تقول لك انا سبق وكنت في بلاصتك وانا سبق وكنت ندير داكشي تديرو زوين واعر طوب بزاف يجي من عند الناس كاين الناس اللي زوينين وكاين الناس اللي خايبين في هاد الكوطي على هاد لي كومونتير شوف بانهم تيأثر عليك واخا هما دي كومونتير بالاخص ماشي يكون نيجاتيف لحقاش واخا انت ما تديرش فيهم غالبا هادي يأثر عليك من الجانب النفسي لي كومونتير نيجاتيف غالبا تيأثر عليك بانك ما تكرييش دي كونتون بانك تكون لينيار وكاين واحد الناس اللي ما تيخليو لا كومونتير لا حتى شي حاجه مي تبعينك ديما في لي فيديو ديالك دوك الناس يبغيوك بزاف لا لا كومونتير لا حتى شي حاجه مي ما تعجبهم الكونتينو ديالك هذا ما تيحكمش عليهم بانهم ما تيبغيوش لي فيديو لي تدير باسكو تعرفوا هاد الحاجه بان الكونتينو تنحط راه لا بد تلقى بلاد فيه ولو شي حاجه صغيره اللي يمكن لها تدير لواحد لامباكت على حياته بالنسبه لي انا هذاك راه سيكسي دير حاجه تعجبو وحاجه ما تعجبوش وهذا هو اللي تيخليك بانك تكون كرياتيف وتكون ديما تحط واحد اللي يكون منوع في الديلي فلو اوكي جايز كاين بزاف ديال الدراري اللي تنعرفهم انا صحابي بزاف تخلق لهم واحد الامباكت في حياتهم بانهم يشونجيو من الحوايج اللي تيديروا كوتيديانمون بقى كرياتيف حياتي كامله ان شاء الله نسبق باش نحيد شويه ديال العيا ديال الخدمه اوكي جايز يلا هو في الصالون تيتبهز ليا قال لك تيتبهز ليا في الصالون انا جبت له نتيستي له ما عرفتش فين تيستي الدرون جبتها نتيستيها عنده صافي الصالون نتيستيها له في الصالون فهمتك شنو كدير دابا شنو كدير كتفلوغ وغادي نتيستي له الدرون في الدار وقلت له صح غادي نجي نتيستيها لقاش ما عنديش فين نسافر نتيستيها فهو دابا قال صافي علاش فاش الاخر ديالك حماقيتي صافي صافي دابا عرفتك حماقيت واش منيت بس انا بغيت نكسر هذا شي حاجه كاينين السدادة الصالون ديال الحاجه علاش من السدادة باش حمق واش انت حمق ولا ما قبلتي الحاجه شي تبقى عليك وليدي يا خرج من الحاجه غامتك يا داخل الى سمعت الصوت الى سمعت الصوت ديال الدراري وناض تصحزق يحزق المهم يلا دير انا تيستي بغا تبيتني في الزنقه هذه لهادي واش حماقيتي ولا ما تحمق على عاوتاني هذا المهم خذ لي هذه لي طاب التاليه نتاع تيستي والدرون في الصالون نشوف الحساس نوض ما تنوض هذا هو الديب اللي عندنا قطيه نرسحها انا يو كريزي يلا نشوف دابا شويه نتيستي والدرون يلا تقاس تلف شرطة دلوان سعد واش احمق ولا سيبو التاري نفات ندير تاس ديال الطون الصالو وسالي مقطينا وكاس اسمعني 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 ندير تاس صاحبي ما عنديش فين ندير تاس صاحبي ما عنديش ندير تاس اسمعني ديك واش عندي انا جبلت غاصه صاحبي دير تاس اسمعني 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 اسمع
فينا بس انا بس بزنقه صاحبي انا.